بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع من المواضيع المهمه اللي بتقابلنا في حياتنا، اللي هي جرثومه المعده في الاطفال او جرثومه الحلزونيه. يمكن كتير من الامهات بتترعب وبتخاف جدا لما بتلاقي تعمل تحليل براز وتلاقي ان في جرثومه معده موجوده عند ابنها، وتبدا تدخل على النت وتدور وتتلاقي مكتوب رقم واحد ان هو لا قدر الله ممكن تسبب سرطان او ممكن تسبب قرحه في المعده. وبالتالي احنا هنحاول النهارده ان شاء الله نجاوب على الاسئله، هل فعلا جرثومه المعده بتسبب سرطان ولا لا؟ واذا كانت موجوده في الاطفال هل نحتاج ان احنا نعالجها ولا ممكن ما نعالجهاش؟ وازاي نقدر نشخصها؟ معاكم انا الدكتور محمد عز، استاذ طب الاطفال ورئيس وحده الجهاز الهضمي والكبد في كليه الطب جامعه المنصوره. يمكن جرثومه المعده في الاطفال في حقائق معينه لازم نعرفها. أول حاجة إن هي منتشرة بشكل كبير جدا في المجتمعات بتاعتنا، وخاصة بلد زي مصر. معدل انتشارها في مصر بيوصل لحوالي من 70-80%. رقم 2 إن هي غالبا بتنتقل عن طريق اللعاب، وبالتالي هي موجودة غالبا داخل الأسرة نتيجة استخدام الأدوات بين أفراد الأسرة بعضهم ببعض، زي الكوبايات الملوثة أو زي الأزايز أو الحاجات اللي ممكن تستخدم بينهم وبين بعض في البيت. رقم 2 إن هي غالباً ليس لها أعراض في الأطفال، يعني معظم جرثومة المعدة التي تصيب الأطفال لا تؤدي إلى وجود أي أعراض، إنما هي المشكلة دايماً إن إحنا بنخاف منها لأنها ممكن في وقت من الأوقات تعمل أعراض شديد جداً اللي هو قرحة المعدة، ودي نسبة بسيطة من الأطفال ممكن يحصل لهم وممكن توصل لهذا المستوى. طيب السؤال، هل بحتاج إن أنا أحلل جرثومة المعدة؟ الإجابة لا، ما تعملش تحليل أبداً لجرثومة المعدة إلا عن طريق الطبيب المعالج. جرثومة المعدة ممكن تعمل زي ما قلنا التهاب وممكن تعمل قرحة في المعدة، إنما هي ما بتعملش وجع بطن مزمن، يعني كتير من الأطفال بيشتكوا من وجع البطن المتكرر. وجع البطن المتكرر ليس له علاقة إطلاقا بجرثومة المعدة. أو أطفال عندهم ارتجاع، أو أطفال عندهم ضعف في الشهية، الحاجات دي كلها مش من أعراض جرثومة المعدة. طيب إيه الأعراض اللي ممكن تسببها جرثومة المعدة في الأطفال؟ رقم 1 ممكن تسبب قرحة في المعدة، وقرحة المعدة هو عبارة عن التهاب شديد جدا ممكن يحصل في المعدة، والطفل فعلا ما بيبقاش مستريح وبيبقى الوجع شديد لدرجة ان الطفل لازم ياخد له علاج. رقم 2 ممكن تعمل انيميا مزمنة، وهي بتبقى انيميا ناقصة حديد، الطفل بياخد علاج الانيميا لمدة اكتر من 3 شهور ومفيش استجابة للعلاج. السؤال، ازاي نقدر نشخصها؟ من الناحية الطبية تشخيص جرثومة المعدة عشان تتشخص لازم منظار، وعن طريق المنظار بندخل بنشوف هل هي عاملة قرحة ولا لا، عاملة التهابات ولا لا، وبناخد عينات بنقدر نشوف الجرثومه تحت الميكروسكوب. لو هي الاعراض ديت موجوده والجرثومه فعلا موجوده بشكل معين بنبدا ندي العلاج. العلاج بتاع جرثومه المعده لا ننصح به ان هو يبدا نديه للاطفال الا تحت اشراف طبي، لان هو لازم 2 مضاد حيوي لفتره لا تقل عن اسبوعين. في النهايه بنحب نطمنكم، جرثومه المعده في الاطفال غالبا هي حميده، لا تؤدي الى اعراض مزمنه في الاطفال، لا تؤدي إلى وجود سرطان في الأطفال. لازم ما تكون موجودة لازم تستشير الطبيب، وهو اللي يقدر يحدد إذا كان ابنك محتاج تحاليل ولا لأ، وإذا كان محتاج منظار ولا لأ، ومحتاج علاج ولا لأ. نتمنى لكم الصحة والسعادة. شكراً.